خلينا نروح للتشكيل. نعم، لو ممكن نروح لتشكيل بالميرس. اتفضل. ونشوف الفرقه يا كابتن اسلام، الى حد ما في معظم المباريات تلعب ب 4-2-3-1، لكن في وجهه نظري واحده من احلى التاكتكس اللي عملها ابل فيريرا كانت قدام ريفر بليت لما قلب الطريقه ل 3-4-2. وهنا لازم نتكلم على اللاعب المحوري ماركوس روشا الرايت باك بتاع الفريق وازاي بيستغله كمساك، وهنا ممكن نشرحها للساده المشاهدين اللي ساعات عندهم لخبطه شويه ما بين ال 3-5-2 الكلاسيكيه وال 3-4-3 اللي ابدعها جوارديولا لما شال الاثنين المساكين من على الاطراف وعوضهم بالفول باكس، بمعنى ان جوارديولا قدم لنا فكره جديده للثلاثه، ان انا النهارده مش شرط الثلاثه اللي ورا يبقوا مساكين بس، لا انا ممكن استغنى على الطرف هنا وعلى الطرف هنا عشان احط اثنين فول باكس يبقوا صراع ويردوا. عشان كده امبارح حتى واحنا بنتكلم على بيان حضرتك فاكر كنا بنقول ان ديفيد الابا كان اصلا فول باك وبعد كده تحول ليه دي مساك. الطريقه برضو خلي بالك شبيهه يعني برضو للناس اللي عايزه او للجمهور اللي بيشوفنا وعايز يفهم الموضوع اكتر، دي قريبه جدا من طريقه 3-4-3 اللي كان بيلعب بيها مانويل جوزيه صحيح أيام بس طبعا بشكل مختلف، لكن هي تقريبا هو كان بيلعب الباكين بيلعبوا على الخط كله بيدخل الاجنحه لوسط الملعب او لعمق الملعب صحيح. وبالتالي ابل فيريرا قدام ريفر بليت أمانة يعني فاجئ الفريق الأرجنتيني بطريقة، طبعا كان حامل اللقب يعني ريفر بليت كان هو حامل لقب ليبرتادوريس من الكلاسيكو طبعا بتاع السنة اللي فاتت بوكا جونيورز، وقدر إن هو يتأهل على حسابه للفاينل. والتشكيلة اللي قدامنا بنتكلم على ماركوس روشا، ده لعيب لازم نخلي بالنا منه، ده محوري جدا، لعيب فول باك وبيتم استخدامه في لما أبل فيريرا بيقلب الطريقة ل 3-4-2-1 طبعا. والوان وجوستافو جوميز الاثنين مساكين، اثنين كويسين جدا جدا، لكن عندهم مشاكل في الكرات العرضيه طبعا، دي هنتكلم عليها النهارده طبعا في حالات التحليل. وماتيز فينا هو الباك الشمال ونص الملعب طبعا، واحد من امتع اللعيبه رافائيل فييجا، بيسدد بيرقص بيدربل بيعمل كل حاجه. انا بشوف واحد من اللاعبين ما فيش لعيب متكامل طبعا. يعني ولكن بالنسبه لي بيدافع كويس جدا، بيعمل ثرو باسز كويس جدا، الباس بتاعه القريب والبعيد كويس جدا. وطبعا دانييلو معاه وبعد كده جوزيه رافائيل. وعايز اقول في لعيب مهم جدا عندهم على الدكه اسمه باتريك ديبوالا. باتريك ديبوالا ده اصلا حكايته لطيفه قوي، ان هو من صغره كان بيحب الفرقه دي وبدا يسعى كتير عشان يلعب لها، وكان عايش في حي فقير جدا لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى نجحه، قدر بقى النهارده واحد من ابرز لعيب الفريق ومن الهدافين كمان وهو بيقعد على الدكه. وطبعا في الجانب الهجومي مينينو طبعا لعيب افضل اسيست عندهم بيعمل اسيستات مينينو، وطبعا لويس ادريانو حدث ولا حرج المهاجم السابق لميلان شختار سبارتاك موسكو، طبعا لعيب احنا عارفينه كمان اللي بيلعبوا لعبه فيفا عارفينه كويس جدا، واحد من اسرع اللعيبه في فيفا وانت بتختار فريقك في الالتيميت تيم. وطبعا اخر حاجه عندنا الليفت وينج روني، وطبعا لعيب مميز، فرقه ممتازه جدا وفرقه سريعه.